يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي: ومنها يعني ومن شروطها يعني ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قبلة المسلمين ايه؟ المسجد الحرام، الكعبة. قبل كده كانت القبلة فين؟ ها؟ الأقصى أو بيت المقدس. فإن عجز عن استقبالها، مش قادر يستقبل القبلة لمرض أو غيره، سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أي شيء عجزت عنه يسقط. حتى الفقهاء بيقولوا كده قاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع، والواجبات مناطها الاستطاعة. أي واجب لابد من استطاعة، مفيش استطاعة خلاص. ولذلك نكرر، المرضى والأطباء اللي بيمروا على المرضى أو الناس اللي بتزور المرضى، كثير من المرضى لا يصلون. ليه؟ بحجة أنه لا يستطيع أن يقوم. يقول لك أنا رائد على السرير وما فيش حد يوجهني للقبلة. نقول له صلي على حالتك، صلي على حالتك، لأن قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز أن يسقط شرط استقبال القبلة بالعجز، أنت عاجز، لكن لا يجوز أن أنت تؤخر الصلاة عن وقتها. أنت في طيارة، طبعا الشيء شائع النهاردة اللي الناس بتصلي في القطر، بيجوا قبل الفجر أو بيجوا بدري الشغل، فالفجر بيأذن عليهم في القطر فيصلوا. طبعا ده كلام باطل، لا يجوز. ليه؟ لأن لازم شرط استقبال القبلة. ده يعني ما دمت هتوصل الشغل قبل الوقت ولو بعشر دقائق يبقى تصلي، لكن لا يجوز اللي انت تصلي في القطر. إنما واحد في طيارة مثلا وحيبتدي الطيارة تطلع قبل الفجر بشوية ومش هتتوقف ولا تستقر إلا بعد شروق الشمس، هنا بقى يعمل إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. مش عشان يجوز، لا، هو لا يجوز، بس هو عجز عن استقبال القبلة. ففي الحالة دي تقول له صلي على حالتك، أنت عاجز. القطر برضه في ناس بتقعد ساعتين وثلاثة في القطر. ما هي دي بقى، القطر من 4:30 الفجر يبدأ دلوقتي 5 إلى 5 أو 5 إلى 8 دقايق. تمام، بالظبط. لو الحالة بالظبط زي اللي هو زي مثال الطيارة، هو مثال القطر ماشي، مش أنت هتوصل قبل الشروق بفترة فتصلي في القطر عشان تصلي في جماعة زعموا؟ طبعا ده كلام بقى، تصلي فرض أحسن ما تصلي جماعة خطأ. فالنقطة دي لازم ننتبه إليها، فاتقوا الله ما استطعتم. اسمع بقى، ان في ناس تقول لك ما النبي كان بيصلي على الراحله. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافله. يبقى في شرطين اهو، يصلي في ايه؟ في السفر الايه؟ النافله. يبقى شرط اللي انت تصلي على الراحله شرطين: انها تكون نافله مش فرض، وان تكون في سفر، لأن هذا اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كنت راكب مع واحد العربية فأقول له: أنا ما صليتش سنة المغرب أو قال لي: صليها في العربية. قلت له: ينفع؟ قال: لا ينفع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحل صلاة النافلة. فأنا طبعا صليت ساعتها، طبعا هي خطأ، ده كلام ده خطأ، لأن كان في قيد السفر، إحنا مش في سفر، إحنا كنا في المدينة في القاهرة. فهذا الخطأ الشائع، حتى كده كان طالب علم، إحنا طلاب علم، لكن فاتنا هذا الأمر. الشرطين يا اخواننا: يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. ولذلك انت برضو بتصلي الاول، بتبتدي مستقبل القبلة في الطيارة، طيارة بقى طارت يمين شمال، القطر اتحرك يمين شمال، لكن انت ابتدأت ايه؟ مستقبلا للقبلة. وهذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. الصلاة المكتوبة يعني ايه؟ صلاة الفرض. ومن شروطها النية، ومن شروط الصلاة النية، بس النية ايه؟ لا تجهر بها، انما النية محلها القلب. اخر حاجة: وتصح الصلاة في كل موضع، اي مكان
يجوز اللي انت تصلي فيه. الا اعد معايا في محل النجس فاش تصلي على نجاسة، ده شيء بديهي لان من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. او مغصوب فاش تصلي في مكان مش حق، مش حقك، مكان مغتصب واخده قهرا من اختك او اخوك او قريبك، ده لا يجوز على مذهب بعض العلماء، وده اللي رجحه الشيخ ناصر السعدي. لكن في علماء قالوا يأثم وتصح صلاته، يعني هو لو صلى في مكان مغصوب قالوا هنا هو أدى أركانها وشروطها صلاة صحيحة، لكن يأثم على أنه صلى في مكان مغصوب، زي اللي بيلبس حرير ويصلي. في علماء قالوا الصلاة بطلة، وفي علماء قالوا لا الصلاة صحيحة لكن يأثم على لبسي الحرير. أو في مقبرة، ما ينفعش صلي على مقبرة أو إلى مقبرة. ولذلك تجد أحيانا في المقابر شيء غريب، مسجد داخل المقابر، طب ما أنت كده مستقبل القبر، والإمام أحمد نهى عن ذلك، لا يجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المقبرة تكون مكان يصلى فيه. أو حمام، حمام يا أخوانا الكلام الفقهاء أو الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحمام ده مكان كانوا بيغتسلوا فيه، مش كان ده مكان منفصل عن قضاء الحاجة، مش الحمام بتاعنا، هو كان اسمه حمام بس مش مكان قضاء الحاجة، المكان اللي بيغتسلوا فيه، فالمكان ده منهي اللي انت تصلي فيه، عشان ما حدش يقول لك ما انت قلت محل نجس فالحمام محل نجس، يقول لك لا الحمام ده مكان اخر غير مكان قضاء الحاجة. او اعطاني ابل، اعطاني ابل المكان اللي بتبرك فيه الابل وممكن تاخدي فيه حاجاتك، تقول لي طب ما هو انت قلت محل نجس ودي نجاسات الروث، اقول لك لا خلي بالك القول الراجح ان كل ما يؤكل لحمه فما ما يخرجه ليس بنجس، يعني الروث بتاع البهائم اللي بتؤكل ده مش نجس، لو جعل هدومك تنفضه وخلاص وتصلي عادي. او الدجاج او العصافير، ساعات الغسيل بتاع بتلاقي فيه اخراج العصافير فتقول لا اغسله تاني، لا ما تغسلوش تاني لأن العصفورة يؤكل لحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه طب نهى عن يصلى في أعطان الإبل؟ اجتهاد بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين قال إن المكان ده الإبل نفسها طبيعتها شديدة عنيفة، حتى البدوي شديد عنيف لأنه واخد من طبيعة الإبل، عشان كده احنا بنخفف من هذه الطبيعة بالوضوء من مما لحم الإبل. لو أكلت لحم الإبل يجب عليك أن تتوضأ، قالوا تخفيفا لحرارة وشدة الطبيعة الشديدة في الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة والوقار في أهل الغنم والشدة والجفاء في أهل الإبل، هو الإبل كده وطبيعتها كده. فالمكان ده قالوا ده مأوى شياطين، قالوا المكان ده مأوى شياطين لطبيعة الشديدة التي في الإبل، فنهينا أن نصلي في هذا المكان أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ده الدليل على ما ذكر. وهناك أدلة أخرى الشيخ يعني أعرض عنها اختصارا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.